أولى القاهرة. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني شهر الفضيل رمضان في مصر حاجة تانية، دايما الطقوس الرمضانية في مصر مختلفة عن أي حتة تانية. أكيد في طقوس في كل الدول العربية والإسلامية، لكن طقوس المصريين دايما مختلفة، وأجمل ما فيها الحقيقة هي اللمة اللي بتكون جوه الأسرة. وانا هنا وانا بتكلم عن الاسره مش بتكلم عن الاسر الصغيره جوه البيوت، لا انا قصدي على الاسر الكبيره اللي ممكن تكون قريه كامله او حي كامل. دايما تلاقي مبادرات في مع الناس في الشارع او في منطقه بتجمع كل الناس مثلا على مائده افطار واحده، وده شفناه يمكن امبارح في منطقه في حي شبرا واللي اتجمع فيها الناس كلها، وكان عددهم تقريبا 4000 شخص كلهم فطروا مع بعض على مائده افطار واحده. اعتقد انه الحاجات دي ما بتتشافش غير في بلدنا. ده صحيح، وبعدين 4000 شخص ده رقم كبير على فكرة، يعني رقم مرعب. يعني تلاقي مثلا السفرة بتاعتهم هيبقوا قافلين المنطقة، شوارع قافلين شوارع طبعا. جميل في الموضوع كمان ان المنطقة دي كلها كانت متجمعة بمسلمينها ومسيحييها، وطبعا احنا عارفين ان الاخوة المسيحيين دلوقتي عندهم هم كمان فترة الصوم الكبير، عشان كده اتعمل وجبات خاصة للمسيحيين اللي اتجمعوا على نفس مائدة الافطار. وطبعا المائدة زي ما كنا بنقول كانت ممتدة لعشرات الامتار في الشوارع في شكل الحقيقة، كان كله محبة ود وأجواء أخوية وإيمانية وروحانية جميلة جدا يا هدير. حال الأجواء دي برضو يعني نفضل نقول إنها على الأقل بتكون واضحة قوي في بلدنا عن أي بلد تانية، ويعني دايما بنشوف الأجواء دي في موائد الإفطار اللي بيعملها إخواتنا المسيحيين للمسلمين، وبتكون عادة عندهم في شهر رمضان ومتمسكين بهذه العادة، لأنها الحقيقة بتحافظ على روح المحبة والتراحم والتلاحم الموجود بين نسيج الوطن. ده احنا كده بس بنقول مثال، الموضوع منتشر جدا في كل محافظات الجمهوريه. بالتاكيد حضراتكم متابعين على السوشيال ميديا وشفتوا على الفيسبوك صور لموائد رحمن عاملها اخواتنا المسيحيين بيجهزوها وبيحضروها، وهم كمان اللي واقفين بيوزعوا الاكل على الترابيزات وبيشدوا الناس كمان عشان يدخلوهم. شفنا نماذج كتير حقيقي خلال الفتره اللي فاتت، ومش شباب مسيحيين فقط، ده رجال الدين المسيحي كمان قائمين على حاجه زي دي وبيوزعوا كمان ميه وتمر وقت الفطار. عايز اقول بالمناسبه دي انه المسلمين كمان والمسيحيين بيتزامن صومهم، او زي ما بيتزامن صومهم مع بعض كمان هيتزامن الاعياد، او هتتزامن الاعياد مع بعض. الاقباط هيخلصوا الصوم الكبير وهيحتفلوا بعيد القيامه المجيد في 24 ابريل اللي جاي، وبعدها بكام يوم يمكن هيكون عيد الفطر المبارك، وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد. نصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلينا نروح لليندا نصبح عليها ونعرف منها أخبار الطقس وكمان أسعار الذهب وأيضا العملات، ويمكن كلنا ملاحظين ليندا انخفاض في درجات الحرارة. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا ليندا. مظبوط يا هدير، في أجواء ربيعية النهاردة، والأجواء دي الحقيقة مستمرة معانا لحد نهاية الأسبوع إن شاء الله. طب الحمد لله. الحمد لله، ضمننا 7 أيام في الصيام كويسين. بالظبط. صباح الخير عليكم مشاهدينا، دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي كالعادة من الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء.
سعر البيع بيسجل 18.38، أما الشراء فبيسجل 18.28، اليورو البيع بيسجل 20.03، أما الشراء فبيسجل 19.91، الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.04 والشراء بيسجل 23.89، الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.70 والشراء بيسجل 19.59. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.89، أما الشراء فسجل 2.87، الريال السعودي البيع سجل 4.90، أما الشراء فسجل 4.87، الدينار الكويتي البيع سجل 60.38، أما الشراء فسجل 59.97، والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 والشراء سجل 4.97. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 835 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 975 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1114، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7800 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والنهاردة الجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي شبورة مائية الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 21. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج، وطمن سيادة الرئيس على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية، وجه بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم ليهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر. كمان امبارح سيادة الرئيس استقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، وده بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. ووجه سيادته بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد عرضت الوزيرة نبيلة مكرم الاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والذي سينظم تحت رعاية سيادته، حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية. وسيتم تناول محاور عدة سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية. كما عرضت السيدة وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا، موضحة الجهود القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري.
وقد وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق الجهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تهدف إلى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقد دورات تدريبية وتثقيفية للشباب، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية، موجها سيادته بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. وقد أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان حياة وكريمة، وهي القصة المستوحاة من مبادرة حياة كريمة، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال. وقد أعرب السيد الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكدا سيادته أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين، بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد. من ناحية أخرى، عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، والتي تنطلق مساء غد، وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة. امبارح بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان من عام 1443 هجرية. وأيضا بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية مماثلة إلى السيد الرئيس للتهنئة بذكرى الانتصار. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، وكان منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من مصانع المنتجات الغذائية في المنطقة الاستثمارية في 6 أكتوبر، وأيضا نفي الأخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعقيد إجراءات توريد القمح بالموسم الحالي عن المواسم اللي فاتت. فيما
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من مصانع المنتجات الغذائية في المنطقة الاستثمارية CBC بمدينة 6 أكتوبر. استهل رئيس الوزراء الزيارة بالتأكيد على أن الدولة المصرية بتعتبر القطاع الخاص شريك أساسي ليها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية اللي بتنفذها في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقال أن في توجيهات من الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات. قال كمان إن الدولة بتساند بقوة القطاع الخاص وبتعمل على تهيئة بيئة ومناخ جيد للاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج من أجل دعم الصناعة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي تم تداولها على السوشيال ميديا بأنه تم تعقيد إجراءات توريد القمح بالموسم الحالي عن المواسم السابقة. المركز نفى الأخبار دي تماماً وقال إن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي بتتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين زي الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح بزيادة 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي. كمان منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيه ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيه، ده غير تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم جولة في المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها تدشين أولى الأمسيات الرمضانية ضمن حياة كريمة في الغربية وإجراء 3884 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار في المنيا، وأخبار تانية من الشرقية والقليوبية وكمان من العريش. أخبار كتير حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الغربية اللي تم فيها تدشين أولى فعاليات الأمسيات الرمضانية بمركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لقصور الثقافة. بتشتمل الأمسيات على فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد. في الشرقية أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن الزقازيق، أبو حماد، فقوس، كفر صقر، وصان الحجر، وقال أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء هتساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وحل مشاكل القرى والمناطق اللي بتعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. في القليوبية تم البدء في إنشاء المرحلة دال بمشروع ممشى النيل ببنها بطول 1200 متر. وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأن يتم مراعاة الجانب الجمالي والحضاري في تصميمات الممشى واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة مع ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة. امبارح استقبل مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وده لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع ما بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. في المنيا أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 3884 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من الأول من يناير ولحد نهاية مارس اللي فات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين. شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع دلوقتي الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وأخبار خاصة بختام فعاليات مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابتة، وأيضا مشاركة مصر في معرض ميلانو السياحي الدولي، وكمان هذا المعرض هيكون موجود في إيطاليا، وكمان هنعرف ماتشات النهاردة في الدوريات الأوروبية. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم الاحتفال بفعاليات ختام مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابتة اللي ساهم في تخلص مصر من حوالي 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة.
النهاردة كمان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هتشارك في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي اللي هتستمر فعالياته لحد يوم 12 إبريل بمدينة ميلانو الإيطالية، اللي بتعد واحدة من أهم المدن الإيطالية المصدرة للحركة السياحية الوفدة لمصر من دولة إيطاليا. كمان النهاردة هتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين، وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن قواتنا المسلحة الباسلة دائماً على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وإننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع لقاء قمة الجولة 32 من عمر المسابقة اللي بيجمع ما بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 5:30، والساعة 3 العصر هيكون في 3 مباريات في نفس الجولة، هيلتقي ليستر سيتي مع كريستال بالاس ونوريتش مع بيرنلي وبرنتفورد مع ويست هام. أما عشاء الدوري الإسباني فموعدهم النهاردة في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة بلقاءات قوية تجمع ما بين أوساسونا وألافيس الساعة 2 الظهر، والساعة 4:15 هيلتقي فريق إسبانيول مع سيلتا فيجو، والساعة 6:30 هيلتقي إلتشي وريال سوسيداد، ختاماً في 9 مساء هيلتقي برشلونة مع ليفانتي. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم وفاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايماً مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. دلوقتي معادنا نعرف تفاصيل النهاردة الطقس والأحوال الجوية، ليندا هتقول لنا كل التفاصيل. خلينا نروح لليندا. صباح الخير عليك ليندا مرة تانية. صباح الخير عليك يا هدير. وتفاصيل الطقس بقى النهاردة يلا نشوف. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة. النهاردة في شبورة مائية الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا وكل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. يعني يا دكتور بقالنا كذا يوم البلاد بتشهد أجواء رباعية، الأجواء دي مستمرة معانا لحد إمتى؟ هي الأجواء دي مستمرة معانا على مدار هذا الأسبوع، احنا بالفعل يعني بقالنا أكتر من 48 ساعة بنشهد أجواء رباعية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المناطق الموجودة في شمال البلاد. درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس بيكون خلال فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حر على محافظات شمال الصعيد، يبقى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. أيضا مع دخول فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون مائل للبرودة على شمال البلاد خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، معتدل الحرارة على جنوب البلاد. عشان احنا كده دايما بننصح السادة المشاهدين وبننوه ان احنا لسه خلال فترات الليل محافظين على الملابس الشتوية، على الأقل تكون الشتوية الخفيفة. لو انا اضطر للخروج خلال ساعات الليل يبقى دايما معايا جاكيت، قطعة ملابس إضافية أرتديها لما أحس بانخفاض درجات الحرارة. وبالفعل كمان اليوم تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية، لكنها بدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، ودلوقتي الرؤية تحسنت معها لأغلب الطرق. وإن شاء الله متوقع الأجواء تستمر زي ما بنقول على مدار يعني هذا الأسبوع كله، يمكن كمان مع نهاية الأسبوع هيكون في انخفاض كمان في درجات الحرارة. احنا متوقعين تكون الحرارة ما بين 26 و27 درجة مئوية من يوم الثلاثاء القادم على القاهرة الكبرى. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة العظمى بتسجل 29 والصغرى 15، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14، سيوة العظمى 29 والصغرى 11،
بورسعيد العظمى 22 وصغرى 15، دمياط العظمى 21 وصغرى 15، الإسماعيلية العظمى 29 وصغرى 15، السويس العظمى 28 وصغرى كمان بتسجل 15. هنروح لعريش العظمى فيها 23 وصغرى 15، طابة العظمى 31 وصغرى 16، سان كاترين العظمى 29 وصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 32 وصغرى 23، الغردقة العظمى 33 وصغرى 22، الفيوم العظمى 31 وصغرى 17، بني سويف العظمى 31 وصغرى كمان 17، المنيا العظمى 32 وصغرى بتسجل 17. هنروح لأسيوط العظمى فيها 34 وصغرى 18، سوهاج العظمى 35 وصغرى 19، قنا العظمى 38 وصغرى 22، الأقصر العظمى 39 وصغرى 23، أسوان العظمى 41 وصغرى 24، الوادي الجديد العظمى 37 وصغرى 20، شلاتين العظمى 33 وصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 30 وصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك لأن شكرا جزيلا لك. طيب هنروح شمال سيناء، والحقيقة التنمية فيها مستمرة وبتاخد قفزات كبيرة جدا. الشغل موجود في كل القطاعات، وده من خلال جهود قواتنا المسلحة ومختلف مؤسسات الدولة. من ضمن المشروعات دي إنشاء محطة كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، وكمان إنشاء رفح الجديدة، ده غير محطة أبو سوق للمياه في العريش، وتطوير وتجديد مستشفى العريش العام. إنجازات تنموية كتيرة جدا بتحصل على أرض الفيروز، هنشوفها من خلال هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. على قلب رجل واحد تجمع هؤلاء ليضعوا بصمتهم التاريخية في التشييد والصناعة، وليسيل عرق العمل بدلا من الدماء. فها هي شمال سيناء التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب، تعود لأهلها بجهود قواتنا المسلحة ومختلف مؤسسات الدولة، بداية بمحطة كهرباء الشلاق بالشيخ زويد. القدرة الإجمالية للمحطة كلها 200 ميجا فولت أمبير. المحطة دي هتغذي إن شاء الله المشاريع الجديدة اللي بتعملها القيادة السياسية من محطات المية ومحطات الصرف ومعالجة المية، وبتغذي كمان المشاريع السكنية الجديدة في منطقة الشيخ زويد ورفح. بنسعى على إن احنا ننشئ محطات كهرباء تخدم المنطقة دي كلها، لأن نفس المنطقة دي كان فيها مشاكل قديمة والحمد لله انتهت بفضل الجيش وفضل الشرطة، واحنا دلوقتي بنساعد أهل المنطقة دي بإنشاء محطات كهرباء جديدة. تعمل محطة الشلاق وأخرى غيرها لخدمة أهالي المنطقة من قرى ومراكز كان أهلها قد غادروها منذ سنوات هربا من الإرهاب ووطأته، إلا أنهم قد عادوا الآن بابتسامة أمل وسط تنمية زراعية وصحية وعمرانية. أول ما جينا وفرنا الكهرباء، وفرنا المية، وفرنا السلع التموينية، دعمونا بكل حاجة. ده الحمد لله، ده في فرق كتير، فرق كتير بين السماء والأرض، يعني فرق الحمد لله. شايف يعني في أمان وفي راحة وفي استقرار وفي يعني وضع أمن حلو، ونقدر نتحرك ونمشي براحتنا. أول ما كانش نقدر نمشي. أول ما رجعنا هنا وفر لنا القوات المسلحة والقيادات السياسية، وفرت لنا بئر مية، وشغالين إن شاء الله في إنشاء محطة تحلية للقرية هنا. اكتفاء ذاتي موجودة عندنا حاليا دلوقتي. الحمد لله غدرنا ورجعنا، والحمد لله دلوقتي الوضع حلو والدنيا تحسنت، والحمد لله في أمن وفي أمان، والناس بتروح وتيجي. بالإضافة للقرى والمراكز، تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة والتي توفر 272 عمارة سكنية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وجاري العمل على مرحلة ثانية وثالثة، مما يوفر فرص عمل للمواطنين بالمنطقة. احنا الحمد لله بالقيادة السياسية الحكيمة وبمجهود قواتنا المسلحة، احنا واقفين الوقت على أرض مركز ومدينة رفح، طبعا بعد دحر الإرهاب والأمان الكامل. احنا رفح دي كانت بالنسبة لنا حلم، بس باللي احنا شايفينه، احنا بقالنا سنتين ونص شغالين هنا، باللي احنا شايفينه ده احنا حققنا الحلم. أنا مسكر رفح بالنسبة للمشروع ده كان حلم وتحقق الحمد لله، مرات القوات المسلحة والقيادة السياسية. بالنسبة للعمال هنا، أغلب العمال هنا من رفح، كلهم سكان رفح أساسا، شغالين كعمالة كمشرفين كسواقين لوادر، سواقين عربي كبيرة، والحمد لله يعني الدنيا الحمد لله
ماشي الحال. وكانت محافظة شمال سيناء قد اتفقت مع الشركات المشاركة في البناء والتنمية على الاستعانة بالعمالة من داخل مدن وقرى المحافظة. بالتزامن مع فرض قوات المسلحة المصرية الأمن والأمان، انطلق قطار التنمية وتطوير البنية التحتية والإنجازات المختلفة التي جاءت لخدمة أهالي رفح والشيخ زويد لتصل أيضا إلى مدينة العريش. مدينة العريش استقبلت قطار البناء بمحطة أبو صقل للمياه، والتي تعمل على خدمة المواطنين، وبجانبها حركة موسعة لتغيير شبكة توزيع المياه بالعريش بالكامل. الحكومة مشكورة، ضخت بتعليمات من السيد الرئيس وعلى رأس الجهاز التنفيذي طبعا السيد المحافظ شمال سيناء. الحقيقة ضخت مشروعات قومية كتير جدا في العريش. دلوقتي عندنا مشروعات ترفيق كاملة للعريش، شبكات مياه متكاملة جديدة، يعني شبكة مياه متكاملة، عندنا شبكة غاز، عندنا شبكة تليفونات، عندنا شبكة كهرباء. يعني حضراتكم على أرض محطة تحلية الريسة طاقة 5000 متر مكعب يوم، بجوارنا محطة نفذتها إدارة المياه القوات المسلحة طاقة 15000 متر مكعب يوم. دول ضمن أربع محطات تم تنفيذهم على مستوى مدينة العريش طاقة إجمالية 25000 متر مكعب يوم، ساهموا بنسبة كبيرة جدا جدا في القضاء على نظام المناوبات، ساهموا في توفير كوب مياه نظيف للمواطن على أرض محافظة شمال سيناء مطابق للاشتراطات الصحية والموافقة وزارة الصحة المصرية. ولم تتوقف التنمية عند البنية التحتية فقط، بل وصلت للخدمات الصحية من تطوير وتجديد لمستشفى العريش العام، إما بتحديث الأجهزة الطبية أو بإقامة مباني جديدة لاستقبال عدد أكبر من المواطنين بتخصصات مختلفة. نظرة كده للخريطة الصحية في شمال سيناء، كان يتوجب علينا أن لازم تزيد الخدمة في شمال سيناء لأهالينا في شمال سيناء بمستويات أكثر من الأداء لتحقيق المتطلبات بتاعة المواطن السيناوي الخاصة بالخدمة الصحية. تطوير مستمر في مستشفى العريش العام وفي القطاع الصحي عامة على مستوى المحافظة، وده مستمر حتى بعد ما تم تطوير المرحلة الأولى من مستشفى العريش في الدور الأرضي والدور الأول علوي بتكلفة قدرها 134 مليون جنيه. تم وضع خطة تطوير للمستشفى، وتمت بالفعل الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، والمرحلة ديت كانت بتشمل الرنين المغناطيسي والأسطرة القلبية وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ واستحداث قسمين زي جراحات اليوم الواحد ووحدة علاج الكيماوي وأمراض الدم بالمستشفى. وأخيرا وليس آخرا، حظي القطاع التعليمي بنصيبه أيضا من استقرار وانتظام لحضور الطلاب مع فرض قوات الجيش والشرطة المدنية الأمن هناك، مما أضفى الراحة والاطمئنان في قلوب الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور. الطلاب بنسبة 90% موجودة في المدارس، وده يوضح شيء واحد، إن في عندنا أمن وأمان وشعور بالاطمئنان من ولي الأمر ومن الطالب. عدد المدارس لم يتأثر، بل بالعكس الدولة بل فترة احنا كل عام دراسي بنفتتح عدد تقريبا يقارب من 10 مدارس في كل عام. العام اللي جاي ان شاء الله الدراسي الجديد عندنا 3 مدارس ثانوية صناعية فنية وفنية بحرية، عندنا مدارس تعليم ثانوي، عندنا مدارس تجريبية جديدة. رجعت العملية التعليمية لأقصى حد بيها بوجود الطلبة بوجود أولياء الأمور وحرصهم على وجودهم في المدارس واستمرار العملية التعليمية بوجود وتوفير جميع المعلمين لجميع الصفوف. وأكتر حاجة بحبها في المدرسة يعني أقعد أدرس وأتعلم وكلام ده. بس لما أكبر أطلع ضابط. إيه عشان أحمي الناس اللي هنا. عام ونصف من التطوير والإنجازات التنموية لتزهر أرض الفيروز من جديد بعد أن زرعت بذور الأمل والوطنية في بناء الإنسان والحجر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. امبارح كانت الحلقة الثامنة من مسلسلات رمضان. خلونا نعرف ملخص اللي حصل امبارح في المسلسلات من خلال التقرير اللي نبقى محضرينه لحضراتكم، كل الأحداث اللي حصلت والتفاصيل المهمة اللي حصلت في المسلسلات هنعرفها من خلال التقرير ده. الحلقات الثامنة من مسلسلات رمضان شهدت امبارح أحداث جديدة ومشوقة. هنبدأ معاكم من الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار واللي جات بعنوان القرار. شهدت عرض تسجيل خطير للقاء بيجمع ما بين المشير طنطاوي ومحمد مرسي من أجل ترتيب فترة ما بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. بيحاول مرسي
جعل الاجتماع مع المشير طنطاوي منفرد، لكن المشير طنطاوي أكد لي إن السيسي زي ابنه ووجوده ضروري. وبعدها تم عرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير طنطاوي مع مرسي عن إن السيسي يستطيع تحمل مسؤولية الدولة بأكملها. عرضت الحلقة فيديو من اللقاء الحقيقي ما بين المشير طنطاوي ومحمد مرسي في حضور السيسي عن العديد من الأمور الخطيرة، منها إن المشير طنطاوي حذر مرسي بأنه إذا حدث وقامت جهة بإضرام النار في البلد هتبقى مصيبة وما فيش داعي للحاجات دي. بيرد مرسي بأن ما يحدث شعور تلقائي شعبي وليس مخططا له، ليقطع المشير طنطاوي بأن هناك تخطيط بالفعل. ويطلب مرسي من طنطاوي انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوي بالرفض قائلا معلش أنا أصرحق القول، هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتي في مجلس الشعب؟ ليرد مرسي بآه حضرتك تقدر تلغي القرار. بيجيب طنطاوي لا أنا ما أقدرش ألغي القرار وليس من سلطتي أن ألغي القرار. بيرد مرسي ويقول حضرتك إلا أصدرت القرار. بيجيبه طنطاوي بأنه قرار محكمة. انعقاد مجلس الشعب أنا ما أقدرش أعمل حاجة، معلش أنا أصلحك القرار. انعقاد مجلس هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتي في مجلس الشعب؟ حضرتك أعمل إيه؟ تلغي القرار. لا أنا ما أقدرش ألغي القرار، معلش مع احترامي ليه؟ ليس من سلطتي إن أنا ألغي القرار. أما في الحلقة الثامنة من مسلسل العائدون، بينجح هاني رمزي في اختراق القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللي بتبث من خارج البلاد، واقترح التعاون مع رئيس قناة إخوانية واللي بيجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وده علشان يكون موجود في وسطهم ويتعرف على أفكارهم وتسريبها للأجهزة الأمنية في مصر. أيوة بس اللي أنا أعرفه إن أنت عمرك ما كنت معانا في قضيتنا ولسه عند موقف جمال بيه. وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بمشهد فلاش باك أثناء تنظيف فاتن أو نيلي كريم للمنزل. جوزها سيف أو شريف سلامة كان موجود لكنه لم يظهر أي تقدير لتعبها أو مجهودها اللي هي بتبذله علشان قدمه تتعثر ويقع، مما أصاب فاتن بهستيريا الضحك وشكرت ربنا على انتقامه منه في نفس الوقت. أشكرك يا رب يا رب. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس باستعداد الكبير أو أحمد مكي وزوجته مربوحة أو رحمة أحمد وأولاده العترة وجوني للمرحلة الثانية من لعبة الصبيط، وهي لعبة صيادين السمك. وفي اللعبة دي الكرة جت في الكبير وخرج ما مربوحة، فشهدت وقوع النجل الكبير جوني على الأرض، وعلشان الكرة ما تلمسهوش فهي قررت ان هي ترمي نفسها وتفاديه وطلعت تقعد مع الكبير اللي بيعبر ليها عن امتنانه باللي فعلته وانقذها لابنه. وفي المرحلة الثالثة من اللعبة كيكا على العالي بينقسم جميع المشاركين لفرق مكونة من 4 أشخاص، مربوحة والعترة وجوني، بيتفقوا ان الكبير مش هيكون معاهم في الفريق ببساطة علشان هو ما عندهوش مهارة، وبيجيبوا بدل منه هدرس او محمد سلام علشان يحل محل الكبير في الفريق بتاعهم. دي دموع الفرح يا كبير. دي دموع الافتاج. تعرف يا كبير انا اخر حد شن في حضنك دي كان ام الله يرحمه امبو. اما احداث المسلسل الكوميدي مكتوب عليا بتتصاعد، وبدأت الحلقة الثامنة في منزل جلجل واللي اشترى الشرشوبة اللهلوبة هدية لوالدته، في حين كانت سلمة أو هنادي مهنة في زيارة لمنزل جلجل ويتعرفت على أسرته بعد أن خدعها في الحلقة السابقة بأنه يوم عيد ميلاده. بعد كده بيروح جلجل لتوصيل سلمة بعد أن اكتشف أن جملة خرباها واللي مكتوبة على يده مقصود بيها ظرفة الدولاب. ممكن 50 جنيه أرجع بأوبر؟ بجد جلجل أقولك على حاجة، انت كل اللي انا قلته ده انت احلى حاجة فيك ان بجد دمك خفيف بتقتلني والله. يلا باي. يا طبعا باي. تجارب النجوم المصريين في السينما العالمية كتير جدا، في ناس كتير من المصريين قدروا ان هم يشاركوا في اعمال في السينما العالمية، لكن يظل اسم عمر الشريف هو الاسم الاهم والاكبر،
واللي قدم الحقيقة مشوار فني كبير جدا، وكان سفير للفن المصري في السينما العالمية. طبعا من أهم أعماله اللي اتشهر بيها عالميا وهو فيلم لورنس العرب بعد ما قدم دكتور جيفاجو. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نجم مصر العالمي هو توليفة من كل مقومات الفنان العبقري وأحد نجوم مصر الذهبيين لورنس العرب عمر الشريف، الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده. ولد ميشيل شلهوب الشهير بعمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية، كان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة أرستقراطية، وخلال دراسته كانت له العديد من التجارب على المسرح المدرسي، والتحق بكلية فيكتوريا البريطانية في الإسكندرية. بعد تخرجه عمل مع والده وسافر إلى لندن لدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية. قدم بعد عودته إلى مصر العديد من تجارب الأداء، كما شارك في عروض مسرحية على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، إلى أن عرض عليه زميله في كلية فيكتوريا المخرج العالمي يوسف شاهين بطولة فيلمه صراع في الوادي عام 1954 مع فاتن حمامة، ومنحه اسم عمر الشريف، وانطلق بعد ذلك نحو النجومية بعد نجاح صراع في الوادي، وحيث انطلق عالياً في سماء الشهرة العربية وقدم مجموعة من الأعمال المميزة أبرزها صراع في الميناء، صراع في النيل، من أجل امرأة، بداية ونهاية، في بيتنا رجل، وإشاعة حب. في أوائل عام 1960 زار المخرج الإنجليزي ديفيد لين القاهرة بحثاً عن ممثل مصري يؤدي دور الشريف علي في فيلمه لورنس العرب، وليقع اختياره على عمر الشريف وينطلق نحو العالمية في الفيلم الذي أنتج عام 1962، ولاقى عمر الشريف من خلاله شهرة جماهيرية كبيرة، واستمر مع نفس المخرج ديفيد لين ليلعب عدة أدوار في أفلام هامة منها دكتور جيفاجو وفيلم الرولز رويز الصفراء والثلج الأخضر، ومن أفلامه في السينما العالمية أيضاً الوادي الأخير وبذور التمر الهندي. وبعد 83 عاماً حافل بالأعمال السينمائية المحلية، وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة ليرحل مشيعاً بحب الملايين. دلوقتي مشاهدينا جه معادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها في الشهر الكريم، وأيضا التقرب إلى الله في أيام شهر رمضان. ونرد التقرير بعنوان الصلاة محبة. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال مهم جدا حابب نجاوب عليه مع بعض، يا ترى احنا بنصلي علشان مجرد فرض نقضيه، ولا بنصلي عشان حابين نروح عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان حابين نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟
عايز أقول لك قصة صغيرة وجميلة جدا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أذان يأذن ينادي على سيدنا بلال ويقول يا بلال قم فأرحنا بالصلاة، مش مجرد فرض هلقيه من على كتفي وخلاص. الصلاة محبة، راحة. الصلاة وقت بتفضفض فيه مع ربنا سبحانه وتعالى، بنشكي همومنا وأسرارنا وأوجاعنا اللي مش قادرين نشكيها لحد واللي قلبنا مليان بيها، لحظة بنخطفها من الوقت علشان نقف نطلع كل اللي في قلوبنا وندعي، وكل حاجة بنحبها وكل حاجة خايفين منها وكل حاجة نفسنا فيها نقولها ربنا سبحانه وتعالى. وأجمل وقت وأقرب وقت وأقرب مكان ربنا يسمعك فيه هو مكان صلاتك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يعني أقرب مكان ربنا هيسمعك منه وأقرب مكان ربنا هيشوفك فيه وأجمل مكان ربنا هيشوفك منه هو مكان سجودك. الصلاة راحة، عايزك لما تروح على الصلاة ما تروحش وانت مجرد فرض عايز ترميه من عليك، لا انت تروح وانت حابب انك تقف بين ايدين ربنا، ان دي الفرصة وده الوقت اللي بينشرح به الصدر. لان الصلاة خد بالك الصلاة دي مش مجرد دقايق او حركات بنقضيها، لا الصلاة دي علاقة روحانية جميلة جدا. كل الاعباء اللي تعبت الروح، كل الهموم والمشاكل، لان ربنا لما خلقنا عارف ان احنا هنواجه ده، وعارف ان يبقى عندنا مشاكل، وعارف ان احنا يبقى عندنا هموم وطلبات ورغبات وحاجات كتيره جدا، لذلك عمل لنا لقاء واثنين وثلاثه واربعه وخمسه علشان نقف مع ربنا سبحانه وتعالى، ونقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وندعي ونفضفض ونقول اسرارنا اللي مش قادرين نقولها للبشر، اللي احنا ما اتمناش حد عليها ابدا، وكمان وجعت قلوبنا كتير، لذلك عايزين نغير وجهة نظرنا في الصلاة إطلاقاً. إن إحنا نعمل إيه؟ نروح على الصلاة وإحنا حابين نروح على الصلاة، وإحنا راغبين في الوقفة دي، وإحنا مبسوطين بالوقفة دي. ربنا يرزقنا الالتزام والإخلاص والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة دي رابطة الدوري الإنجليزي عملت حاجة مهمة جدا في رمضان، قررت إنه يكون في استراحة في الماتشات وقت ميعاد الفطار عشان اللاعبين المسلمين يقدروا إن هم يكسروا صيامهم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في نجوم كتيرة جدا مسلمين بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، على رأسهم طبعا نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وكمان المغربي الدولي أشرف حكيمي وكريم بنزيما ورياض محرز واللاعب الفرنسي بول بوجبا. تعالوا نشوف ونتعرف على طقوس اللاعبين الدوليين في رمضان. في تقليد جديد، رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت قراراً يتعلق بإقامة المباريات خلال شهر رمضان المبارك، حيث منحت استراحة قصيرة في اللقاءات التي تلعب في المساء خلال الشهر الكريم لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول الإفطار وكسر صيامهم. وقد لاقى هذا القرار قبولاً كبيراً، خاصة مع حرص اللاعبين المسلمين على الصيام والاحتفال بطقوس شهر رمضان. البداية مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، الذي يحرص دائماً على تعليق زينة رمضان في منزله قبل قدوم الشهر الكريم للحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التي يفتقدها نجم الريدز في رحلته الاحترافية خارج البلاد. وشارك المغربي الدولي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو قصير عبر ستوري حسابه على إنستغرام لزميله في النادي الفرنسي كيليان بابي، وهو يعيش معه أجواء شهر رمضان المبارك. وظهر في الفيديو الذي نشره حكيمي عبر حسابه على إنستغرام كيليان بابي وهو يصب الشاي المغربي مع تعليق أجواء رمضان. أما كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني فقال في حوار مع مجلة سكواير الأمريكية: لا أثر لصيام شهر رمضان على حياتي اليومية، رمضان جزء من حياتي وديني يجعل رمضان فريضة، وأشعر أنني بحالة جيدة عندما أصوم، أنا ممتن لرمضان لكوني في صحة جيدة. ويحرص النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي دائماً على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: رمضان مبارك إخواني وأخواتي، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وغفر لنا ذنوبنا. أما نجم مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي بول بوجبا فيحتفل دوماً بأي مناسبة دينية إسلامية، ومع بداية شهر رمضان الماضي نشر صورته وهو بالقرب من الكعبة في إشارة إلى التزامه بصوم الشهر الفضيل كاملاً.
دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز التاسعة وننتقل لليندا. تفضلي يا ليندا. شكرا هدير. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الأوكرانية الراهنة لحين عودتهم إلى مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مقرم. واطمأن الرئيس السيسي على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع من قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقع في الحالات الإنسانية، وكذا المصريون العابرون إلى الدول المجاورة لأوكرانيا وجهود الحكومة لإعادتهم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال. انطلقت قافلة طبية بمنطقة المستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الفحوص الطبية وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. شهدت قرية اللواء صبيح بالفرفرة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستمر أعمال القافلة لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بالمجان. هذا وتضم القافلة أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الطبية في إطار جهود الدولة للوصول إلى المواطنين بالقرى النائية والمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان. قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل العملية العسكرية الروسية بواردات سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار. وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن هذه الخطوة من الممكن أن تكون نموذجا لشركاء بلادها الغربيين وحافزا على تشديد العقوبات على موسكو، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية. انطلقت اليوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ويحتدم التنافس بين 12 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى للفوز بالولاية الثانية له. هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون ومنافسته الأبرز المرشحة مارين لوبان هما الأوفر حظا للتأهل للجولة الثانية. صوت البرلمان الباكستاني بالموافقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان. وقال رئيس المجلس بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن خان. وأشار القائم بأعمال رئيس البرلمان الباكستاني إلى أن المجلس سيعقد جلسة يوم الاثنين لاختيار رئيس جديد للوزراء. كان عمران خان قد حاول عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي وحل مجلس النواب، لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت بضرورة إجراء التصويت. أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إجراء انتخابات عامة في 21 من مايو المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد 9 سنوات في السلطة.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 55,471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 22,647,197 حالة. وأشارت البيانات إلى تسجيل 36 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 131,715 حالة. نهاية موجز التسعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. امبارح وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحشد الطاقات الابداعيه في مجال نشاه الاطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلوره استراتيجيه وطنيه متكامله لبناء شخصيه وقدرات الاطفال، وده كان خلال استقباله للكاتبه سماح ابو بكر عزت المتخصصه في مجال ادب الطفل، وهي معانا دلوقتي على التليفون علشان نعرف منها تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. صباح الخير على حضرتك، وعايز اعرف منك تفاصيل لقاء سيادتك بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا بحضور وزيره الثقافه. اهلا وسهلا، صباح النور. طبعا هو تشريف كبير انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كاتبه اطفال ويستقطع من وقته الثمين الزاخر بفعاليات ومسؤوليات جسيمه وقت عشان نتكلم عن ادب الطفل وعن مستقبل اطفال مصر. لقاء الحقيقه كان مفعم بامال عريضه ومشاريع ان شاء الله في المستقبل القريب هتوجه لصالح الاطفال وتنميه شخصيتهم، لانه كل المشاريع اللي بنشوفها على ارض الوطن والانجازات دي في النهايه الاطفال هم هيبقوا القطاع الاكبر المستفيد منها مع الوقت. فلازم يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، عندهم هوية مصرية أصيلة، عندهم انتماء كبير للوطن اللي دايما بيبقى هدفه ورهانه على الطفل. عظيم. طيب أستاذ سماح، اللي حصل امبارح من استقبال سيادة الرئيس لحضرتك بيؤكد بأن الدولة مهتمة بكل صاحب فكر يهتم بالطفل وببناء الإنسان منذ الطفولة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مدار في هذه الجلسة بين حضرتك وسيادة الرئيس بحضور وزيرة الثقافة، وإيه اللي طلبوا منك كمان سيادة الرئيس؟ والله أنا كنت سعيدة جدا إن فخامة الرئيس متابع للأعمال ومتابع للكتابات، وكان آخرها مشروعي بقصة حياة وكريمة اللي هي عن مبادرة حياة كريمة، بس مقدمة من خلال قصة فتاتين، فتاة اسمها حياة وفتاة اسمها كريمة. وده كان يعني الطرح اللي أنا أردت بيه إنه أوصل أهداف المبادرة من خلال حكاية شيقة ومغامرة لفتاتين كل واحدة منهم بتحمل شق من اسم المبادرة. قدرنا إن احنا من خلال القصة نبرز معالم محافظة أسوان الجميلة ونشوف التطورات اللي حصلت فيها من خلال المبادرة. فكلامنا أمس كان على أنه نستثمر الإنجازات اللي بتتم على أرض الوطن من خلال أعمال تقدم للأطفال، يعني تخليهم مرتبطين أكتر بمصر وبالإنجازات اللي بتحصل، يحسوا أنهم جزء فاعل فيها، بل على العكس نحاول أن احنا ندمجهم في ده، يبقوا فاعلين من خلال مبادرات صغيرة ممكن هم كمان يقوموا بيها تعزز دورهم وتحسسهم ان هم كيان موجود الوطن بيعتمد عليهم. فان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب او في الايام ان شاء الله المقبله هيبقى في تعاون مع الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدام وزير الثقافه في فعاليات كمان لصالح الاطفال في الاقاليم. لازم يعني كل الاطفال اللي على ارض الوطن يحسوا بان هم الوطن بيحتضنهم بيحصنهم كمان. من دلوقتي الأطفال بقت في عالم التكنولوجيا محاطة بالسوشيال ميديا، بتقرأ أخبار، بتشوف فيديوهات، بعضها بيبقى ليه توجه معين، يعني ممكن أطفال تتأثر بيه ما يبقاش في صالحها. فإحنا واجبنا دلوقتي إن إحنا نقدم أعمال للأطفال ترسخ الهوية وتخليهم مهما واجهتهم من أخبار أو من فيديوهات بيشوفوها يبقوا هم عندهم قناعة إيه اللي صدقوه إيه اللي ما صدقوهوش. فده مهمتنا إحنا. طيب سيادة الرئيس بيتكلم عن بناء استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال، إزاي هيتم تطبيق ده؟ يتم
التطبيق ده من خلال فعاليات كتيره جدا، ولا من خلال مبادرات هتقدم للطفل بشكل مباشر، من خلال اعمال دراميه، اعمال كرتون، بتقدم قصص، بتقدم حاجات الطفل هيلاقي نفسه فيها، هينغمس شيئا فشيئا في حاجات خاصه بينا احنا، ما يتجهش يبقى كل اتجاهه للاعمال المدبلجه اللي حتى اللهجه فيها مش لهجتنا المصريه الاصيله الجميله. ما بقتش الاطفال وقت بتتكلم زينا مصري كده، بتتكلم بلغه اخرى ان كانت صحيح لغه عربيه ولكن مش بلهجتنا احنا. فكل ده مجتمع هيبقى استراتيجيه متكامله، فعاليات مع الاطفال، اعمال بتقدم ليهم، مبادرات هتبقى على هامش الفعاليات دي، هتخلي الاطفال شيئا فشيئا هيبقوا كلهم خلاص وحده واحده، كيان واحد على ارض مصر، بنربطهم ببعض في جميع محافظات مصر المختلفه، انه كلنا واحد وكلنا بنكمل بعض. عظيم. طيب ادب الطفل مهم جدا، مهم في ان انا اوصل المعلومه لطفل عشان اخرج طفل واعي، ولكن المعلومه تصل ليه بشكل يناسب سنه. زمان كان بعض كتاب ادب الطفل او بعض الناس بتعتمد على السطحيه بعض الشيء في الوصول للطفل، لكن دلوقتي الوضع اختلف لانه الطفل ذكي، والطفل دلوقتي بقى فاهم وعارف كل حاجه، ففكره ان انا اتعامل مع الطفل بسطحيه امر غير مقبول، فلازم نصل الى الطفل بعمق شويه. فهل بنراعي الكلام ده في كتاباتنا؟ اكيد طبعا، والا هقول لحضرتك حاجه، والا ما كانتش القصص دي تصل للطفل وتنال اعجابه ويتفاعل معاها. يعني قصه اقول لحضرتك قصه حياه وكريمه تحديدا مثلا، ولو انها حديثه الاصدار، يعني كانت في معرض القاهره اللي فات في يناير الماضي، على هامش القصه دي انه اطفال فعلا قروها، بعض المدارس في محافظات مصر تحديدا في محافظه اسكندريه، بعض الاطفال في مدرسه تفاعلوا مع القصه وما حسوش انها بتقدم لهم توجيه مباشر، ولكن هم من نفسهم بداوا يشاركوا في المبادره من خلال ان هم راحوا مناطق في اسكندريه شايفين انها محتاجه لدعم، وبداوا بجهود ذاتيه جدا يساهموا انهم يدعموا الاطفال اللي هناك، ويعملوا قافله طبيه بمجهودهم الشخصي، ويقدروا ان هم يقدموا حاجه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان لقوا قصه يعني فيها طرح مختلف، من خلال احداث تسللت اهداف المبادره بشكل غير مباشر وبشكل غير وعظي، فحسوا ان هم ممكن هم كمان يعملوا حاجه زي بطله القصه ما هتعمل، هم كمان يعملوا زيها. فده مهم جدا، يعني قصه قناه لا تعرف المحال، انا بتكلم حضرتك تحديدا على القصص الاخيره اللي تناولت انجازات تمت بالفعل على ارض الوطن. قصه قناه لا تعرف المحال اللي استعرضت ملحمه السفينه ايفر جيفن اللي شغلت العالم كله، على هامشها صدرت او يعني اقيمت مسابقات لكتابه القصه للاطفال، منها مسابقه هنا في هيئه قناه السويس، انا شرفت اني شاركت فيها واشرفت عليها مع مدارس الهيئه في جميع محافظات القناه، كتبوا الاطفال 58 قصه، وكانت المسابقه بعنوان القناه في عيونهم، وتم كانوا شايفينها ازاي بقى؟ عملت ورشه الاول مع الاطفال ازاي بنكتب القصه، وبعدين حكينا اللي حصل بالظبط في الست ايام، وقلت للاطفال اكتبوا انتوا بطريقتكم، لو انتوا بتكتبوا قصه عن موضوع السفينه هتكتبوها ازاي؟ بدات الاطفال تتفاعل وتكتب، وكانوا الحقيقه وصلني 58 قصه، الحقيقه كلهم احلى من بعض، كم الانتماء وكم الوطنيه وكم استاذه سماح الاعمار اللي بتتفاعل مع حضرتك في قصص يعني كبيره شويه، يمكن يعني ما هياش قصه برضو سهله عليهم انهم يفهموها، في قصه زي سفينه ايفر جيفن كان ايه هو متوسط اعمار الاطفال اللي بيشاركوا وبيكتبوا افكارهم عن كده؟ والله كانت في المرحله الابتدائيه استاذه هدمش، يعني في المرحله الابتدائيه هم اللي شاركوا، وانا فوجئت بالتفاعل الجميل. وعايز اقول لحضرتك انه كمان في منهج اللغه العربيه وزاره التربيه والتعليم عندنا، انا شاركت في كتاب القيم واحترام الاخر بقصه عن السفينه ايفر جيفن، ولكن مش هي نفس القصه اللي صدرت مع الهيئه المصريه العامه للكتاب، قصه مختلفه برضو عن نفس الموضوع، وفي كتاب اللغه العربيه مسرحيه برضو عن نفس الموضوع. فاذا ممكن نقدم اي حاجه للاطفال حتى في كتب الدراسيه، ولكن المهم الطرح هيتم ازاي، ما يبقاش بشكل مباشر ابدا، ولا بشكل فيه توجيه، ولا بشكل تقريري، لان الطفل بينصرف تماما عن اسلوب الطرح المباشر في التوجيه وفي القصص وفي اي حاجه بتقدم له. طيب استاذ سماح، حضرتك ضيفة عزيزة على قلوبنا دايما في صباح الخير يا مصر، سواء في الاستوديو او من خلال المداخلات الهاتفيه، وفي كل مره يا فندم بيكون عندك جديد. ان شاء
احنا اللي بنتشرف طبعا بوجود حضرتك، فاحنا عايزين نعرف ايه الجديد اللي عند حضرتك اللي شغال عليه دلوقتي بالنسبه للمشاريع اللي هتقدم للاطفال خلال الفتره اللي جايه. والله الجديد فعلا ان انا دلوقتي يعني ببدا احضر الاجتماعات مع الدكتوره ايناس عبد الدايم ومعالي وزيره الهجره الدكتوره نبيله مكرم عشان فعاليات بقى هتقام مع اطفال مصريين في الخارج برضو على هامش مبادره حياه كريمه، وهنبدا نشوف هنعمل ايه، ايه المشروعات اللي هنبدا نقدمها لاطفالنا بقى في الريف وفي المناطق الحدوديه في سيناء، لانه انا بتشرف ان انا شاركت في فعاليات حياه كريمه بالفعل مع الاطفال. فالفتره الجايه هننزل القرى، هننزل المناطق الحدوديه، شاركت في 4 قرى في سيناء فعاليات حكي مع الاطفال ومناقشات وحاجات يعني مواضيع كثيره فتحناها مع الاطفال، هتستكمل ان شاء الله لحد ما نغطي كل محافظات الجمهوريه بشكل عملي، لقاءات مع الاطفال وبشكل مبادرات هتقام الاطفال نفسهم بقى في كل المحافظات هيشاركوا فيها مع بعض. صحيح الكاتبة سماحة أبو بكر عزة المتخصصة في مجال أدب الطفل، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. نروح لموضوع تاني، وزارة الصحة أعلنت إجراء الفحص السمعي ل 2,854,000 طفل، وده منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثي الولادة. حتى الآن خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ومشاهدي حضرتك الكرام. يا اهلا بيك. عايزين نعرف في البدايه مستهدف اجراء الكشف على كام طفل ضمن هذه المبادره؟ لا هو مش مستهدف اجراء الكشف على اطفال، وهذه المبادره هي كمبادره تشبه التطعيمات الاجباريه. بيتم عمل مسح سمعي لكل الاطفال الذين يتم ولادتهم سواء كانوا من المصريين او غير المصريين، فدي مبادره مستمره الهدف منها هو الكشف المبكر عن اي احتمالات لضعف السمع عند الاطفال حديثي الولاده، زيها زي بقول لحضرتك كده التطعيمات اللي بيتلقاها الطفل عندما يولد. وبالتالي احنا اللي احنا بنعمله انه نتيجه لان الدراسات العلميه اثبتت ان الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر والعلاج المبكر للاطفال في حالات ضعف السمع قبل سن الخمس سنين بينتج عنه بنسبه تزيد عن ال 95% ان الطفل ده هيخش مدرسه عاديه، هيكمل في مسار حياته الطبيعيه. عظيم. وهيدخل الجامعه ويبقى عضو فاعل في المجتمع، لا يحتاج الى انه لا قدر الله يبقى الى تعليم من نوع خاص او الى حياه من نوع خاص او الى وظيفه من نوع خاص، بل على العكس يبقى مشارك بكامل طاقته وبكامل فعاليته في المجتمع سواء على المستوى التعليم أو على مستوى الوظيفة إذا تم تشخيص الحالة واكتشافها وعلاجها قبل سن الخمس سنين. لهذا كانت مبادرة السيد رئيس الجمهورية في التشخيص والاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال حال ولادتهم من خلال 3500 وحدة صحية و30 مركز إحالة، اللي لحد دلوقتي قدرنا نعمل 2,008,000 منذ انطلاق المبادره. طيب دكتور، لو يعني طفل احتاج لاجراء جراحه او زراعه قوقعه بيكون التعامل معاه ازاي؟ هو في الاول احنا بنعمل الفحص ده على مرتين في الوحده. اول ما بعد الولاده على طول وهو رايح يطلع شهاده الميلاد بيتم اجراء الفحص السمعي مع التطعيم. والفحص ده يفضل لحد سن كام يا دكتور؟ يعني لازم يكون لا. حديث الولاده ولا بيستمر بعد كده؟ لا هو الفحص يقدر يتعمل في اي وقت، لكن انا بتكلم حضرتك زي ميعاد التطعيمات كده، التطعيم له مرحله معينه. ففي اذا لا قدر الله في الفحص الاولي ما كانش ناجح بنديله ميعاد تاني في نفس الوحده يعمل الفحص الزين. لو لا قدر الله ما كانش ناجح برضه بيتم تحويله الى المراكز التشخيص التخصصيه زي المستشفيات الجامعيه او المستشفيات المتخصصه بوزاره الصحه وعددهم 30 مستشفى. اذا ثبت انه محتاج عمليه زرع قوقعه بيتم تحويله الى احد اللجان المتخصصه في التامين الصحي وبيتم اجراء التدخل الجراحي من خلال زرع القوقعه. طيب دكتور، الفحص بيبقى فحص واحد ولا في فحص اكتر من فحص ومتابعه كمان لحاله الطفل؟ ما بقول لك الاول فحص، اذا كان خلاص ناجح مفيش مشكله خلاص يبقى احنا كده اطمئنين. اذا لا قدر الله كان في مشكله بيتم اعادته مره ثانيه خلال فتره من 3 إلى 4 أسابيع. اذا لا قدر الله في المره الثانيه برضه في مشكله بيتم تحويله الى احد مراكز التشخيص
الأكثر تخصصا في التشخيص. طيب دكتور حسام، ده مربوط بقاعدة بيانات للأطفال دي بيبقى ده مكتوب، ده بيبقى موجود على شهادة الميلاد. يعني ده بتخانة وتم إضافتها على شهادة الميلاد. طيب دكتور، المبادرة دي موجودة للمصريين فقط؟ يعني فندم، هذه المبادرة تشمل كل الأطفال المولودين على الأراضي المصرية من المصريين والمقيمين. كل طفل بيتولد على أرض مصر بيتم إجراء الفحص السمعي له عند الولادة بمبادرة كريمة من السيد رئيس الجمهورية. عظيم. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. طيب زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا الكشف على الأطفال لحد سن الخمس سنين، والدكتور حسام يمكن أشار نقطة مهمة جدا، أنه خلال الفترة دي نقدر نعالج الطفل بحيث أنه بعد كده هيعيش حياة عادية جدا، يقدر أنه هو يدخل مدرسة ما يحتاجش إلى حد يكون ملازم أو تعليم من نوع خاص، يقدر يدخل الكلية عادي جدا، يقدر يشتغل ما يحتاجش وظيفة خاصة، مش هيلبس سماعة، مش هيأثر على طريقة التواصل بينه وبين أقرانه أو بينه وبين أهله أو بينه وبين الناس كلها بشكل عام. فالموضوع مهم جدا، يا ريت الناس تبادر وتدخل في هذه المبادره وتكشف على اطفالها بمجرد ما تعرف ان هم موجودين في المحافظه اللي هم موجودين فيها. احنا بنتكلم حتى الان تم اجراء الفحص السمعي ل 2,854,000 طفل، وده عدد كبير، وده زي ما قال الدكتور حسام كده هدير هيبقى زي التطعيمات، يعني هو موجود زيه زي التطعيمات بالظبط. ونأكد على مساله انه الناس تعملوا اول ما الاطفال يتولدوا مع التطعيم اللي بياخدوه داخل المستشفيات وكل المراكز الطبيه، انه هيكون التطعيم، هيكون الكشف عن ضعف السمع موجود مع نفس التطعيمات في نفس المواعيد، يعني حديث الولاده، لان طبعا كل ما بيتم اكتشافه مبكرا كل ما الموضوع بيكون افضل. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وبنفس النتيجة، 1-0 خسر الأهلي أمام المصري وفاز الزمالك على المقصة رغم طرد بن شرقي، وفاز بيراميدز على المحلة رغم إضاعة ضربة جزاء لنجم عبد الله السعيد، وأصبحت قمة الدوري مشتعلة بين الثلاث فرق. خلونا نعرف يعني التفاصيل كده ونتكلم عن الخسارة الأولى للأهلي والمستوى المتذبذب وبصمة فريرة مع الزمالك. هنتكلم مع الناقد الرياضي أيمن بدرة. صباح الخير عليك أستاذ أيمن، وتقول لنا كده يعني لغز مستوى النادي الأهلي سواء في ماتش الاتحاد أو كمان في الماتش امبارح مع المصري، ومسألة يعني التذبذب اللي حصل في النادي الأهلي، ويعني مباراة امبارح شايفها إزاي؟ صباح الخير على الساده المشاهدين الكرام. كل عام وحضراتكم طيبين وحضراتكم بخير. ايام رمضان يعني بتمر سريعا. امبارح طبعا كان في مباراه ما بين الاهلي والمصري، مباراه مهمه، والطابع كان على الطرف الاخر، كان عند الزمالك والمقصه زي ما حضرتك اتفضلت في البدايه. الفريقين في نهاية الجولة دي تساوى، كل واحد منهم عنده 31 نقطة، لكن الأهلي أقل مباراة لعب 12 والزمالك لعب 13 مباراة. كده بنقول إنه صراع القمة بيشتعل في الوقت إنه الأهلي طبعًا داخل على معترك أفريقي، عنده مباراة مع الرجاء المغربي يوم الاحد المقبل ان شاء الله باذن الله. يعني نقدر نقول ان الاهلي كان بيلعب مباراه امبارح وعقله مع الرجاء. والله هو موسيماني كان بيقول كده يعني بعد المباراه، قال والله احنا عندنا تلاحم مباريات، عندنا مباريات مكثفه ورا بعض، احنا اللعيبه مرهقه، انا عندي اكثر من هدف في بعض الظروف اللي حصلت، وده اللي اثر على اداء الفرقه. اتكلم عن حاجات كثيره يعني، لكن ده اجمالا ان هو شايف انه تلاحم المباريات وتلاحقها بيأثر على اللاعبين، لكن بالطبع الراي العام والنقاط وزي ما شفنا امبارح كان في طبعا ملاحظات على التغييرات، على الاختيارات، تاخير احمد عبد القادر. هو قال ان احمد عبد القادر اشتكى من اصابه، وده اللي خلانا نفضل انه احنا نضعه على دكه البدلاء. لكن اجمالا الاهلي من بعد الهدف اللي جاب فيه لعيوني اللاعب التونسي اللي بيلعب في النادي المصري، الحقيقه يعني تحويله الكره العرضيه مفاجاه بدون اي رقابه من الدقيقه 8 في المباراه لحد نهايه المباراه اللي استمرت حتى يمكن 6 دقائق بعد الوقت الاصلي،
الاهلي تقريبا بلا خطوره بيلعب أداء ما كانش يعني موجود في الملعب. يعني احنا شفنا لعيبه كمان مرهقه بدنيا، شفنا ميس باص كتير جدا في الملعب، وما كانش فيه وجود للنادي الاهلي، يعني يمكن ما وصلش لحارس المرمى خالص. يعني صحيح يا استاذ محمد، يعني ما فيش طبعا هجمات تنزل بانه الاهلي عنده خطوره او عنده انياب رغم التغييرات. وطبعا الناس كلها ملاحظه ان نفتماني اللاعب الجنوب افريقي يعني موسيماني مصر على ان هو يشركه، رغم انه يعني وضع الفارق البدني والفارق المهاري بينه وبين ناس كتير. تغيير ايضا خروج محمد مجدي قفشه وحسام حسن، الحقيقه في ملاحظات على اداء يعني الاهلي، بس هو مجدي قفشه كان لازم يخرج لانه بطريقه اللعب دي مجدي قفشه كان ميت خالص، مش لاقي مساحه، بيلعب 4-4-2. هو طيب ما هو طب وليه الاهلي بيلعب؟ هو ده بقى السؤال، هو ده السؤال فعلا، ليه الاهلي بيلعب كده؟ ما هو ده برضه بيخلينا يعني نسال، انت بتحط لعيبه طريقه لعب لا تتناسب معهم، ولا بتحط اللعيبه وبعدين طريقه اللعب تفرض عليك؟ عموما برضه لازم نحيي النادي المصري ونؤكد ان النادي المصري قدر ان هو يخرج بثلاث نقاط، الفريق المصري يعني معين الشعباني قدر يقرا فريق الاهلي بشكل جيد ويوظف العناصر اللي عنده. طب استاذ ايمن، المستوى اللي ظهر بيه المصري يعني يبشر بقى لماتش نهضه بركان؟ بالطبع، يعني هو طبعا اكيد بيدي دفعيه معنويه، نتمنى انها تكون دفعيه معنويه ايجابيه عند اللعيبه، لانه يعني النادي المصري طبعا مشي بشكل كويس في الكونفدراليه، وطبعا ارتقى الى الدور يعني عدى طبعا دور المجموعات، ومباراته مع نهضه بركان مباراه مهمه جدا. فريق نهضه بركان فريق مش سهل، فريق قوي بيثبت وجوده في البطوله الافريقيه اكثر من موسم، وبالتالي المصري محتاج ان هو يكون عنده تركيز. نشوه الفرحه على الاهلي ما تاخدوش امام نهضه بركان، ده هدف وده هدف اخر. وبالتالي يعني نتمنى طبعا النادي المصري يقدم اداء متميز امام نهضه بركان ويحقق نتيجه جيده على الباب قبل مباراه العوده. وطبعا الاهلي كمان يستفيق من اللي حصل له، وان كان طبعا يعني في حاله من الاستياء عند جماهيره نتيجه الاداء الباهت اللي كان عليه، لكن طبعا مباراته مع الرجاء مباراه غايه في الاهميه، مباراه تعد مصيريه عظيم. بنتمنى له طبعا يا استاذ ايمن كل التوفيق، لكن نروح على الجانب الاخر ونشوف ماتش الزمالك ورؤيه حضرتك للمباراه امبارح. برضو الزمالك يعني طبعا بعد اضاعه ركله الجزاء الاولانيه يمكن الناس كانت متخوفه، لكن امام عاشور استطاع ان هو يعني يعزز موقف الزمالك. المباراه مع مصر المقاصه ما هياش سهله، يمكن مصر المقاصه فريق مش يعني ماشي باسلوب او بخطى صعبه، فريق المقاصه عنده مشاكل يعني من فتره كبيره، لكن الفوز عليه من جانب الزمالك كان برضو بيؤكد انه الزمالك هيشعل المنافسه على قمه الدوري. الزمالك طبعا عمل اكثر من تغيير وعمل طبعا في مرحله طبعا زي ما احنا عارفين مرحله بناء عقود جديده او تغييرات في صفوف اللاعبين وصفقات جديده، لكن بالطبع قدر فيريرا يؤكد ان هو قادر على ان هو يوجد من اللاعبين اللي عنده عناصر مميزه، ادى حتى يعني مع عوده كتابالا في اخر دقائق رجع كقائد للفريق وادى دفعه معنويه. الزمالك الحقيقه واضح ان هو عنده تحسن في ادائه، عنده قدره ان هو ينافس على قمه الدوري ويزعج الاهلي بشكل صحيح. طيب يعني هل مساله انشغال الاهلي وبيراميدز في افريقيا يدي مساحه اكبر للزمالك في الدوري؟ يعني طبعا لا، بس هو يعني هو المشكله زي ما قلت لحضرتك ان خلاص دلوقتي الزمالك اصبح متفرغ لهذا الهدف بعد خروجه من بطوله افريقيا، فبالتالي بصمه فيريرا كمان ابتدت تظهر اعتقد. فيريرا قال ان ده هدفنا وان احنا هنركز بشكل كبير جدا على الدوري، وبالطبع عنده عناصر يستطيع خلال الفتره اللي جايه ان هو يثبتها ويقدر
ان هو يحقق ماتشاته عنده. طبعا المباراه اللي جايه مع فاركو ممكن سهل جدا ان هو يعني اعتقد بنسبه كبيره ممكن يفوز ويرتقي الى قمه الدوري في غياب الاهلي اللي اتاجلت مباراته زي ما اتاجلت مباراه المصري برضه واتاجلت مباراه بيراميدز علشان بطوله افريقيا. صحيح. الناقد الرياضي ايمن بدر بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي مشاهدينا استاذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. شهر رمضان ليه فضائل عظيمه جدا ومن ضمنها انه بيخلي المسلم الصايم يكون عنده صفاء في النيه والقلب وبيتعامل كمان مع الناس بموده. لو في اي مشكله حصلت بتتلخص في جمله واحده، يا عم صل على النبي رمضان كريم. خلونا نتكلم عن فضائل الشهر الكريم وازاي الانسان يتحلى بصفاء القلب في هذه الايام المباركه مع الشيخ ابو اليزيد سلام الباحث بمشيخه الازهر الشريف. شيخ ابو اليزيد صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا بكم. يا اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه والمشاهدين جميعا ان شاء الله. ازاي يا شيخ ابو اليزيد الانسان يكون عنده سلامه صدر ونقاء سرير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نقاء القلب وطهارة القلب ده أمر مهم جدا وأمر صعب. يعني يمكن يكون قيام الليل وصيام النهار أسهل بكتير جدا جدا من نقاء القلب ونقاء السريرة. ولا تطيب الحياة ولا لذة للحياة إلا إذا كان الإنسان قلبه سليم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة فيقول إيه بقى؟ يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل. يقول العلماء ولولا ذلك ما طابت الجنة. يعني لولا أن ربنا سبحانه وتعالى نزع الغل والحقد والحسد من قلوب الناس في الجنة ما كانش الجنة هتبقى جنة، ولا كان هيبقى نعيم الجنة نعيم، أن الناس تشعر بأن هو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن الإنسان يبقى عنده نوع أو قدر من التسامح، قدر من المغفرة، قدر من الراحة النفسية. إن الإنسان يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، عارفين الإنسان الصدوق، الإنسان الصادق، الإنسان اللي ما بيكذبش، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. الإنسان اللي قلبه طاهر، الإنسان اللي بيقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن النبي، وده مهم جدا، النبي ما كانش بيعلمنا الكلام ده عبارة عن كلمات بيطلعها من فمه الشريف فقط، لا كان بيطبق ده عمليا. يعني تعالى نشوف، الكل عارف قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن يمكن البعض ما يعرفش قصة أبي عبد الله بن أبي أو ابن أبي بن سلول اللي كان رأس المنافقين واللي كان فيه بينه وبين النبي عداء شديد. هو كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عداء شديد وكان يظهر الإسلام ويبطن في الحقيقة النفاق والكفر. عبد الله بن أبي بن سلول اتهم النبي في عرضه، ويمكن الإنسان الشرقي كمان يمكن الاعتداء على بدنه أخف بكثير جدا من الاعتداء على عرضه. صحيح. أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرضه في زوجه السيدة عائشة ويقال عنها كلام ويشيع هذا الكلام في المدينة حتى تمتلئ المدينة بالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالآخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين والنبي يعلم هذه المعلومة معرفة جيدة، جاء ولده وكان ولد صالح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله معلش أستأذنك أن تسامح أبي، هو طعن في عرضك وهو تكلم في نبوتك وهو صد الناس عنك، لكن يعني أستأذنك يا رسول الله أن تسامحه. فسامحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلب منه طلب أغرب وأعجب وشيء صعب جدا. قال له يا رسول الله أستأذنك أن تعطيني رداءك لأكفن فيه أبي. ده هو عايز تمام. يعني يحمي النبي، يحمي أبي، يحمي أباه من النار، فبيقوله أنا عايزه أكفنه في الثياب بتاعتك. فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرداء، رداء النبي صلى الله عليه وسلم، ليكفن فيه من كان يطعن في عرضه، ليكفن فيه من كان يطعن في نبوته.
فيكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول ويحمل إلى المسجد حتى يصلي عليه الناس. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ابنه يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا رسول الله، أستأذنك أن تصلي عليه بنفسك. ما أنت عارف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين. فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الجسد الذي طالما طعن في نبوته وأعطى دروس لكل الموجودين، جميل، وطعن في شرفه وطعن في الدين كله، ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام هذا الجسد الطاعن فيه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. إذن الطهارة القلبية مش كلام بيقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الطهارة القلبية عادة أو خلق أو قيمة مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أطوار حياته. طيب أنا إزاي أدرب نفسي علشان أوصل للمرحلة دي من يمكن تصالح مع النفس وصفاء القلب إزاي، والسماحة الكبيرة اللي احنا بنتعلمها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندنا 4 خطوات لو الإنسان حققهم هيقدر يمارس طهارة القلب أو يقدر يصفو قلبه، لأن ده اللي احنا عايزينه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني احنا عشان نخش الجنة لازم تبقى قلوبنا دي في الدنيا سليمة. طب تبقى القلوب السليمة ازاي؟ قال لي رقم 1 علشان يبقى القلب سليم أن يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله مع استحضار القلب. دايما إما تقوم من النوم تذكر ربنا سبحانه وتعالى. النبي علمنا لما بنقوم من النوم وفي أذكار الصباح بنقول دعاء بيخلي الإنسان يشعر بطهارة القلب. بتقول إيه؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة بي بس لا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يعني أنت بتحمد ربنا، بس أنت تتأمل المعنى وتتأمل الكلمات، بتحمد ربنا على نعم ربنا على غيرك، مش على نعم ربنا عليك بس. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ربنا بيقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، ده هيخلي القلب يتدرب على إخراج الضغينة منه وإخراج الحقد منه وإخراج الحسد منه. لأن بالمناسبة لو اللي قدامك ده عدو ممكن أنت تؤثر فيه، وربنا قال لك كده، قال لك: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنما لو كان اللي قدامك ده في بينه وبينك ضغن أو حقد أو حسد ملوش علاج، ملوش علاج. عشان كده القرآن الكريم ما قالكش تعالجه، قالك تعمل إيه؟ قالك تلجأ إلى الله. قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد أيضا إذا إيه؟ إذا حسد. يعني هذا كله دليل من القرآن الكريم على إنك مش هتقدر تغير ما في قلوب الناس من الحسد، لكن تقدر تدفع العداوة اللي بينك وبين الناس. فالأفضل إنك تطهر قلبك أنت من الحسد. رقم 2، أن تراقب الله في كل عملك. تراقب ربنا في كل عملك يعني تنظر وانت بتعمل كده وتبقى شايف ان ربنا سبحانه وتعالى يراك. إذا تكلمت أذكر سمع الله لك، وإذا نظرت أذكر نظر الله إليك، وإذا سكت أذكر علم الله فيك، وإذا أردت أن تعصي الله فعصيه في موضع فيه لا يراك. عشان كده ابن عباس بيقول لنا في المراقبة على حاجة جميلة جدا لو احنا مارسناها قلبنا ده هيتطهر. بيقول لك إيه؟ بيقول لك وانت بتعمل اي ذنب من الذنوب تذكر ان مع الذنب في اشياء اصعب من الذنب وذنبها اكبر. قال: رقم 1 قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وانت على الذنب، هذه اعظم من الذنب. كونك بتعمل الذنب وبتبص حواليك كده عشان محدش شايفك وانت واخد بالك ان في على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات ومش همينك ولا كأنك شايفهم خالص، مع انك متأكد من وجودهم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، هذه اعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به، هذه أعظم من الذنب إذا عملته. كونك فرحان وسعيد إنك عصيت ربنا وإنك قدرت تعصي ربنا، إنك قدرت إنك تخدع إنسان أو إنك قدرت إنك تنتقم من إنسان بالظلم أو بالإيذاء، كونك سعيد إنك قدرت تعصي ربنا سبحانه وتعالى، هذه أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذا فات منك، هذه أعظم من الذنب إذا عملتها. والمجاهرة كمان. حزنك على الذنب معناها إيه؟ معناها أنك حاولت تعمل في اللي قدامك دوت مصيبة، ولا حاولت تعمل فيه مغرز، ولا حاولت تعمل فيه مقلب، ولا حاولت تعمل فيه أي حاجة وما قدرتش، فبتبقى حزين وقاعد متوتر. أنا ما قدرتش. أنت حزين أنك ما قدرتش تعصي ربنا،
انت حزين اكبر من الذنب. هذا اكبر من الذنب بكثير. وضحكك وانت لا تدري ما الله صانع بك، هذه والله اعظم من الذنب. تصور ان الانسان لما يخدع انسان ولا يلبسه زي ما بيقول كده في مصيبه، فيبقى قاعد يضحك. طب وانت عارف ان ربنا غضبان عليك في هذا الوقت، ضحكك وانت على هذه الحاله، هذه اعظم من الذنب. ثم قالوا في الاخيره وانخلاع قلبك وانخلاع فؤادك اذا حرك الهواء ستر بابك وانت على الذنب، ولا تعتبر بنظر الله اليك، هذه والله اعظم من الذنب اذا عملتها. كونك انت بتعمل هذا الذنب، انت ماسك الموبايل وبتعمل في تجرؤ على الله ومش فارق عندك يعني، لكن انت خايف حد من الناس الله يشوفك. جميل، جعلت الله سبحانه وتعالى اهون الناظرين اليك. طيب لو انا في قلبي حقد وغل لشخص ما لكن بعمل اعمال صالحه تانية، هل تقبل مني؟ عندنا حاجه اسمها الجهه منفكه، عندنا حاجه اسمها تفريق الاحكام. يعني ايه تفريق الاحكام؟ يعني واحد بيجي يسالني ويقول لي انا بصوم بس ما بصليش، اقول له صلي، ما اقولوش ما تصومش، ما اقولوش ان الصيام بتاعك مش مقبول. مظبوط. عندي واحد بيصلي ويقول لي انا بص انا ما بصومش، انا موضوع الاكل دوت ما بصومش، اقول له حاول انك تصوم وربنا يكرمك. طب والصلاه بتاعتي؟ الصلاه بتاعتك دي حاجه لوحدها ملهاش علاقه بالصيام، وان شاء الله الصلاه بتاعتك مقبوله. كذلك انت بتعمل حسنات هتاخد حسنات على ذلك، لكن النبي بيحذرك تحذير مهم جدا، بيقول اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضحك من هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فإحنا بنحذر كل إنسان، أنت ممكن تعمل حسنات وتاخد عليها ثواب كبير جدا، لكن ممكن بالأعمال السيئة الأخرى يجي واحد تاني ياخد من سيئاتك. وأسوأ شيء يعمله الإنسان أن يدي حسناته لواحد هو بيكرهه. يعني لو الإنسان حيهب حسناته يهبها لأبيه، يهبها لأمه، يهبها لزوجه، يهبها لأولاده، إنما يهبها لعدوه. طب ده أنت لما هتحقد عليه وتحسده وتتكلم عنه بسوء، أنت تهبه أعز ما تملك في هذه الحياة الدنيا، الحسنات اللي هتدخلك بعد كده الجنة. طيب ما لو حد قاعد متضايق من حد ظلمه يعمل إيه؟ قدامه حل من اتنين. الحل الأول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ينادى يوم القيامة فيقال فليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فريق من الناس كبير جدا 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 يقوم ويدخل الجنة بلا حساب. اللي سبها على الله يعني. طيب لا، مين بقى هؤلاء الذين أجرهم على الله؟ قال هم العافون عن الناس، اللي كان بيعفو عن الناس. فكون الإنسان يسامح أخيه في الدنيا هذه منقبة عظيمة ودرجة عظيمة جدا يصل بها إلى أعلى الدرجات. الحل الثاني إنك ما تذكروش بسوء، لكن أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. يعني إذا ظلمك إنسان وإنت يعني عفيت عنه، هذا هي درجة عظيمة جدا، لكن قد لا يستطيعها كل إنسان. ربنا بيقول لا يحب الجهر الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الجملة دي مهمة جدا، أن الله كان عفوا قديرا، ربنا قادر على العفو. لأن بعض الناس تيجي تقول له عفو يقول لك مش قادر. بصراحة أنا ممكن يعني أعمل أي حاجة بس مش قادر أسامحه. عشان كده ربنا قال لك إيه؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو محتاج إلى مقدرة، محتاج إلى إرادة. طب مش قادر خالص، يبقى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. من حقك إنك تاخد حقك لو كنت مظلوم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بس بدون أن تتكلم بسوء، أن تغتاب، أن تكذب، أن تنم، أن تسب، أن تلعن، أن تضرب، أن تعتدي على الآخرين. إلجأ إلى الله بضعفك يعطيك الله من قوته، والجأ إلى الله بفقرك يعطيك الله من غناه، والجأ إلى الله بذلك يعطيك الله من عزه. طيب شيخ أبو اليزيد، كيف هي حياة سليم الصدر نقي السرير؟ حياة سليم الصدر أو نقي السريرة هي أفضل حياة في هذه الدنيا، لأن دائما الإنسان لما بيشعر بالغيرة أو بيشعر بالحقد أو بيشعر بالحسد أو بيشعر بالظلم أو بيشعر بالغبن، هو بيؤثر على نفسه قبل ما بيؤثر على الآخرين. يقولون اصبر على كيد الحسود
فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يعني إيه؟ يعني تصور أنت لو شاعر بالحقد أو بالحسد أو بالظلم أو بالغبن أو مين اللي هيمرض، أنت ولا هو؟ مين اللي هيتعب، أنت ولا هو؟ مين اللي هيجيله الضغط؟ مين اللي هيجيله السكر؟ مين اللي هيجيله القلب؟ مين اللي هيجيله أمراض في حياته؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني لو أنا شايل من حد غصب عني ما جميل. ما أنا بقول لك إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن تطهر قلبك من الحقد والحسد، وده إحنا قلنا هذه أصعب من قيام الليل ومن صيام النهار، لكن هي تحتاج إلى تدريب. وتدريبها الأول رقم واحد ذكر الله أكثر من ذكر الله، هتلاقي قلبك شوية بشوية يدرك أن الأمر أسهل من ذلك بكثير. أكثر كمان من مراقبة الله، أكثر كمان من النظر إلى أن أنت بتدور على الآخرة ما بتدورش على الدنيا، بتدور على ثواب ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ما بتدورش على الثواب اللي موجود في الدنيا، ما عند الله خير وأبقى. انظر دائما إن اللي ظلمك ده هتيجي يوم القيامة أنت اللي تاخد من حسناته، إن اللي ظلمك ده أنت تقدر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدون ما تعيش في هم وغم وكرب. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يقول لأصحابه يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل رجل بسيط خالص تنطف لحيته من وضوئه، لحيته عمالة تقطر بالماء، كان بيتوضى، قد علق عليه بشماله ماسك، يعني رجل بسيط خالص، رجل لا غني ولا حاجة، دخل وصلى ركعتين وخرج. تاني يوم النبي يقول لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخش نفس الرجل بنفس الهيئة. ثالث مرة يقول لهم النبي، فيقوم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إيه الحكاية، إيه الرجل ده البسيط اللي محدش يعرفه ولحد النهاردة ما نعرفش اسمه، يعني كان رجل غلبان بسيط محدش يعرف عنه حاجة. فذهب إليه وقال له أنا يعني عايزك تستضيفني اليومين دول، مش لاقي مكان أعود فيه، فعندك عايزك تستضيفني عندك يومين. استضافوا عنده يوم واثنين وثلاثة. عبد الله بن عمرو بن العاص يراقب الرجل عشان يشوف إيه اللي دخله الجنة، فلا يجد له عظيم عمل ولا صلاة ولا قيام ولا حاجة، هو بيعمل بس الفرائض اللي عليه. ففي آخر يوم قال له يا ابن أخي، أنا بقى القصة كلها من النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات لك، فأنا جيت معاك عشان أشوف إيه السر، إيه اللي وصلك، إيه اللي بلغ بك هذه المنزلة، إيه اللي هيدخلك الجنة وإنت لا بتصلي ولا بتصوم أكتر مننا. فقال له يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، غير أني حينما أدخل إلى فراشي لا أحمل في قبري حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا غشا لأحد من المسلمين. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه هي التي بلغت بك. ربنا يجعلنا منهم يا رب. احنا بنشكرك شرفتنا ونورتنا الشيخ ابو اليزيد سلامة الباحث بمشيخة الازهر الشريف، الف شكر ليك. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا معاكم النهارده، كنا معاكم على مدار ساعتين انا وليندا وشاذلي، وبكره حلقه جديده من صباح الخير في نفس الميعاد، وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.